لسه مهتمين بالأطفال بالبراعم الصغيرة تحديدا، لأن مصر يعني تولي اهتمام كبير لهذه الفئة، ويمكن ده اللي ظهر في أو ترجمته جائزة الدولة للمبدع الصغير. أكثر من 10,000 طفل مبدع قدموا السنة دي في هذه النسخة الثالثة من جائزة الدولة للمبدع الصغير تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية. في حقيقة الأمر إن ده رقم كبير، رقم كبير، خاصة لو عرفنا ان اكتر من ضعف المتقدمين للجائزة في السنة اللي فاتت، يعني والاجمل ان كمان اكتر المتقدمين كان من محافظات الاقاليم. خلونا نعرف تفاصيل اكتر من الدكتور هشام عزمي الامين العام للمجلس الاعلى للثقافة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا استاذ احمد، وصباح الخير للاستاذه منى، وصباح الخير لكل المشاهدين. اهلا اهلا وسهلا. بحضرتك دكتور، اهلا وسهلا. دكتور، بنتكلم على 10,000 مبدع صغير او يرى في نفسه مبدع قدم للنسخه الثالثه لجائزه الدوله للمبدع الصغير تحديدا. قبل ما نتكلم على الرقم، عاوزين بس كده سريعا يعني نعرف الناس ايه هي جائزه الدوله للمبدع الصغير. جائزة الدولة للمبدع الصغير هي تلك الجائزة المتميزة التي أطلقتها مصر الحقيقة العام قبل الماضي. نعم. لماذا هي متميزة؟ لأنها الأولى من نوعها في هذه المنطقة. ربما هناك مسابقات كثيرة تعد بالمئات بتقدمها جهات ومؤسسات مختلفة صحيح على مستوى الدولة، لكن لعلها هذه المرة الأولى التي تخصص فيها الدولة المصرية جائزة تحمل اسمها. نعم. للأطفال في الفئات العمرية من 5 ل 18 سنة. جائزة بتحمل اسم مصر لها قيمة كبيرة، وبتعطي الحقيقة هذا الجيل الجديد نوع من الأمل والدليل بالفعل لا القول أن هناك صحيح. اهتمام من الدولة بموهبتهم وإبداعاتهم. واحنا الحقيقه في اطار الدوره الثالثه بدانا كما ذكرت العام قبل الماضي، لكن هذا العام الحقيقه جاء متميزا في عده نواحي كما ذكرت حضرتك، سواء من حيث الارقام، سواء من حيث طريقه التقديم، سواء من حيث المحافظات اللي تقدمت واعداد المتقدمين منها، وكلها الحقيقه ملامح ايجابيه جدا ومؤشرات بتدل على انه الجائزه بدات الحقيقه تحقق المرجو منها نعم. على مدى الفترة الماضية، وبنأمل طبعا مزيد من التقدم والارتقاء بها خلال الفترة القادمة يا رب. أكيد في اشتراطات في الفئات العمرية في المجالات، وفي شرط جديد تم إضافته السنة اللي فاتت أو مجلس الوزراء أقره السنة اللي فاتت، أن يكون الطفل مصري حسن السمعة. فكرة إضافة حسن السمعة دي للتأكيد على الأخلاق الكويسة والقيم المصرية، بالإضافة بقى للاشتراطات اللي حضرتك هتقول لنا عليها اللي هي الفئات العمرية والمجالات اللي بيقدم فيها الإبداع. يعني هو القاعدة، طبعا القاعدة أنه الحمد لله كل الأطفال المتقدمين خاصة إذا كان بيتمتع بموهبة ولديه قدرة على الإبداع، أنه الحمد لله بتتوفر فيه كل المواصفات السلوكية والتربوية اللي احنا بنتوقعها من متقدم لمثل هذه الجائزة، خاصة أنه في مرحلة متقدمة منها سيكون هناك لقاء شخصي، يعني بيبقى فيه انترفيو ومقابلة مع في المرحلة الثانية لهؤلاء الذين اجتازوا المرحلة الأولى. اسمحي لي بقى حضرتك ننتقل الى يعني الفئات العمريه ومجموعه من الارقام لانها مهمه جدا، لانها بتعطي مؤشرات. صحيح. احنا الجائزه مخصصه للفئه العمريه من 5 سنوات الى 18 سنه، لكن داخليا تم تقسيمها الى فئه عمريه اولى من 5 الى 12 سنه، ثم الفئه العمريه الثانيه من فوق 12 سنه الى 18 سنه. طبعا ده مراعاه للفروق الفرديه، وان احنا نراعي انه الفئات العمريه تكون في تنافس مع من يواكبها في نفس السن وفي نفس القدرات. نعم. السنه دي زي ما الاستاذ احمد ذكر في المقدمه، تلقينا اكثر من 10,000 طلب من متقدم مبدع صغير من كافه اقاليم ومحافظات مصر. نعم. هذا الحقيقه رقم يعني رقم كبير فعلا. والمهم انه ليس فقط بالعدد، ولكن طبعا في نوعيه وجوده العمل المتقدم، لانه زي ما حضراتكم عارفين هناك شروط حاكمه وضابطه لعمليه التقدم، يعني مش اي حد بيتقدم، لان مره اخرى هذه جائزه الدوله ليست فقط مسابقه عاديه.
دكتور هشام، لو هنفند هذا العدد. يعني عايز يعني انتهز هذه المناسبة بسرعة، لأن هذا العدد الحقيقة يستوجب أن احنا نتقدم بالشكر للجهات اللي تعاونت معنا، لأن في جهات كتير تعاونت مع وزارة الثقافة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الشباب، الجامعات، طبعا داخل وزارة الثقافة نفسها قصور الثقافة. ولذلك الحقيقة أن العدد ده بيمثل ويقدم مؤشر على أنه المحافظات اللي احنا كنا بنستهدف دائما حتى خارج إطار مسابقة المبدع الصغير كإيصال لخدمة ثقافية لها بدأت تحقق أهدافها. صحيح. وده هدف استراتيجي الحقيقة للوزارة من خلال تحقيق. بمناسبة يا دكتور الحديث عن المحافظات، خليني أسأل حضرتك، أي محافظة كانت صاحبة النصيب الأكبر من التقديم؟ وهل كفة الولاد اللي كانت يعني طبت أو كفة البنات؟ طيب، هو بالنسبة للمحافظات، محافظة أسيوط جاءت في المرتبة الأولى. صحيح. حوالي يعني 3400 مبدع صغير من أسيوط وحدها. وهذا رقم لافت جدا، لأنه معنى هذا أنه هذه المحافظة وأبنائنا في الصعيد بدأ يكون هناك اهتمام بالفنون، هناك اهتمام بالأداب. ولابد أن نذكر أيضا أنه ونوجه الشكر لأولياء الأمور في هذه المحافظة أنهم كانوا حريصين على توجيه أولادهم للتقدم للمسابقة. نقدم الشكر لكل الجهات والمؤسسات الثقافية العاملة في المحافظة، لأن يقينا كان هناك دور. هذا الرقم لم يأتي من فراغ. بعد أسيوط جاءت الوادي الجديد في المرتبة الثانية. هذه ربما للمرة الأولى التي نخرج فيها المرتبة الأولى والثانية عن نطاق القاهرة الكبرى، يعني القاهرة والجيزة، يعني الصعيد والمحافظات الحدودية المظلومين على مدار سنوات لم يعد يعني لم يعودوا مظلومين. بالعكس، ده بقى الدعم اللي بيحاول يقدم في الفترة الأخيرة، ومحاولة إن كل المصريين يبقوا حاسين إنه وصل لهم نفس الخدمات بنفس الشكل، أو مزيد من الجهد بذل في قصور الثقافة يمكن، أو في الأماكن الثقافية المختلفة هناك، وصل للأطفال وابتدى يجيب نتيجة فعلا يمكن بعد أهو سنتين يا أحمد من الشكل المختلف من المسابقة، أهو ابتدى يجيب نتيجة. وحضرتك بتقول إن الأعداد بتتصدر في المحافظات اللي ما كانش بنبقى لاقيين منها حد قبل كده. ده صحيح. بعد يعني طبعا مش هنقول القائمة كلها، لكن خليني أقول لحضرتك المراتب الخمسة الأولى على الأقل. إحنا بعد أسيوط جاء في الوادي الجديد، ثم الجيزة، ثم القاهرة، ثم الأسكندرية. بالنسبة بقى لسؤال الأستاذ أحمد عن موضوع البنين والبنات، لأن ده دائما يعني سؤال بيطرح كل عام. الحقيقة كان يعني كان أنا متوقع البنات هذا العام للبنات. أنا توقعت البنات بصراحة. لدينا حوالي 6500 مبدعة صغيرة تقدموا في كافة المجالات، وحوالي 3400 من أبنائنا من البنين. يعني ده برضو طبعا واضح جدا أن هناك يعني نسبة غالبة للبنات، بس ده يعني رقم واضح لكنه رقم المجالات. يعني الارقام دي متوزعه ازاي على المجالات؟ احنا عندنا مجال الفنون ومجال الاداب زي ما حضراتكم عارفين، ومجال التطبيقات والمواقع الالكترونيه. احنا عندنا مجال الفنون كان بيحظى بالنسبه الاكبر من المتقدمين، لان ده في حضراتكم يعني هي المهارات عاده بتكون متواجده اكتر في هذا المجال، لانه ده بيشمل الرسم، وده الحقيقه بيحظى بنسبة كبيرة جدا. عندنا العزف والغناء، لكن أيضا في مجال الأدب احنا عندنا حوالي 800 مبدع صغير تقدموا في مجال الكتابة للقصة القصيرة. وإذا أضفنا لهذا العدد الكتابة للمسرحية، العدد بيكون حوالي 1000 مبدع صغير في مجال الكتابة لوحدها. صحيح. وده الحقيقة أيضا رقم ومؤشر جيد جدا. وبالمناسبة لأنه الهدف من جائزة المبدع الصغير ليس فقط تقديم جائزة مالية، ولأنما يكون هناك رعاية لاحقة. وفكرة الرعاية وفكرة الاهتمام بيه، وده الحقيقة ده مبدأ الوزارة ومعالي وزير الثقافة حريصين عليه، وهو ده الهدف الرئيسي يا دكتور من هذه الجائزة، هو فكرة الاهتمام بالنشأة، الاهتمام بالبراعم الصغار، لأن يعني هم النهاردة صغار لكن
غدا سوف يكونون قادة لديهم بالضبط الاستثمار في المستقبل زي ما قالت منا. بنشكر حضرتك الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. ولو بنتكلم منا على يعني ملخص كده اللي احنا سمعناه من الدكتور، انا من وجهة نظري شايف ان الارقام اللي موجودة دي هي ارقام طبيعية جدا. فكرة ان البنات، انا توقعت ان البنات تكون موجودة علشان سنين كتيرة جدا، بنتكلم على تقريبا 7 أو 8 سنوات شفنا مبدأ تمكين المرأة. أعتقد الفتيات لو ما كانتش شايفة ده حصل قدام عينيها كنائبات كوزيرات أو غيره، وشفنا كان وزيرة الثقافة الفنانة إيناس عبد الدائم السابقة وغيرها، إذن المرأة تتبوأ، المرأة التي لديها الفن ولديها القدرة على المعرفة لديها قدرة أيضا على أن تتبوأ المناصب القيادية بالفن بالثقافة بالعلم بالمعرفة، وتحقق مبدأ مهم أو أنت قلتيه، فكرة العدالة في التنمية والعدالة في الثقافة، اللي أنت توصليه لمحافظات حدودية، توصليه للصعيد المنسي الذي لم يعد منسي اليوم، أعتقد حققت مبتغاه استراتيجية الدولة اللي بتشتغل عليها يعني.